اسعد الله مساكم الجميل يا احلى واروع متابعين، ومساكم فل لي. أتكلم اليوم عن برنامجين اطلقتهم وزارة العمل، برنامج اسمه قرة والبرنامج الثاني اسمه وصول. برنامج قرة لدعم ضيافة الاطفال اللي عندها اطفال ويحتاجوا حضانة، بتدفع عليهم فلوس حق الحضانة، هذول يدعموكم الى مبلغ 800 ريال شهريا. يعني لما تسجلي طفلك شهريا ب 1000 ريال، انت حتتكلفي 200، وزارة العمل حتتحمل 800 ريال شهريا. شروط هذا البرنامج، شروط البرنامج ان تكون المرأة مسجلة في التأمينات الاجتماعية طبعا في القطاع الخاص، الراتب ما يزيد عن 8000 ريال، الدعم حيكون اول سنة 80%، ثاني سنة حيكون 60%، ثالث سنة حيكون 50%، ورابع سنة حيكون 40%. طريقة التسجيل في هذا البرنامج سهلة جدا، تدخلي على برنامج طاقات وزارة العمل، بعدين تروحي إلى قرة وتسجلي في البرنامج. بحط لكم الآن بوست موضح فيه الشروط والخطوات. البرنامج الآخر هو لدعم نقل المرأة السعودية في القطاع الخاص، اسم البرنامج وصول. هذا البرنامج يدعم المرأة إلين 800 ريال شهريا حق تنقلها من بيتها إلى مكان العمل. شروط البرنامج، أهم شيء تكون مسجلة في التأمينات الاجتماعية، الراتب ما يزيد عن 5000 ريال، مدة الخدمة ما تزيد عن 12 شهر. طريقة التسجيل طبعا عن طريق الموقع. كيف يجينا الدعم هذا 800 ريال؟ تسجل عن طريق مزود الخدمة أوبر أو كريم، وطاقات هم اللي يدفعوا إلى. طبعا الدعم مدته سنة و8 أشهر. الدعم حيقل تناقصي، 6 شهور الأولى يدعموا 80%، 6 شهور الثانية حيدعموا 60%، 6 الأشهر الثالثة راح يدعموا 40%. باحط لكم الآن بوست محطوط فيه الشروط وطريقة التسجيل. ويعطيكم العافية ويومكم سعيد.